أبو هادي أو السيد كما يطلق عليه الكثير من المناصرين، أحد أكبر الشخصيات إثارة للجدل في العالم العربي وفي الصراع العربي الإسرائيلي تحديدا. البعض يرى به الحصن الأخير الذي يقف في وجه اجتياح إسرائيلي شامل، أما البعض الآخر فيراه مجرد دمية قطنية أخرى بيد المعسكر الغربي، ولكنها محبوكة بشكل جيد. 32 عاما قضاها حسن نصر الله في زعامة حزبه الذي أيضا لم يسلم من الانقسام في الرأي حوله، فقد تم تصنيفه كمجموعة إرهابية من عدة جهات كالجامعة العربية والولايات المتحدة وعدة دول أخرى، بينما لقي الاعتراف به كمنظمة اجتماعية سياسية من أغلب داعميه ومن بينهم روسيا. كانت حرب تموز 2006 هي نقطة التحول الأولى التي جعلت من حسن نصر الله رمزا للمقاومة ضد إسرائيل إثر اجتياحها جنوب لبنان. وقد تغنى حلفاء الحزب باعتباره نصرا مؤزرا للأمة جمعاء، رغم أن الإحصائيات تشير إلى أن أغلب قتلى الحرب كانوا من طرف الحزب، وأن أكثر من 50% من ضحايا الاجتياح هم من المدنيين أصلا. نقطة التحول الثانية كانت في تدخل الحزب في الحرب السورية ابتداء من عام 2012، والتي يرى بها البعض نقطة الفصل في الغموض الذي يلف سياسة حزب الله. فلا شك أن هذا التدخل قد عاد بعواقب وخيمة على سمعة هذا الحزب وحسن نصر الله شخصيا، بسبب الطابع الطائفي الذي غلف هذه الحرب، مما عزز الفرضية القائلة أن محور المقاومة ليس سوى أكذوبة محبوكة بشكل جيد. دعم ذلك أن نشاط حزب الله ضد إسرائيل بعد ذلك لم يتعدى بعض العمليات الفردية وعشرات الخطابات الدبلوماسية تارة والمتحدية تارة أخرى للسيد، لكن عدم إتباعها بخطوات ملموسة جعلها تبدو كجعجعة دون طحين. رغم أن حياته كانت مثيرة للجدل، إلا أنها كانت تسير بوتيرة متسقة دونما مفاجآت، على العكس تماما من مقتله. ففي 24 من صفر 1446 قام الطيران الإسرائيلي بشن غارة مدمرة ومفاجئة على الضاحية الجنوبية. أعلن بعدها أن هدف الغارة هو اغتيال الأمين العام لحزب الله، ليتم لاحقا تأكيد خبر من الحزب نفسه، وينقسم الرأي العام مجددا حول هذه العملية. هل كانت عملية اغتيال أعدت استخباراتيا بعناية شديدة، أم أنها تصفية لشخصية انتهت مشاهدها على خشبة مسرح عصبة الأمم؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.